نبض الحياة عاد إلى هذه المنطقة من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية بكامل تفاصيلها، وصولاً إلى المراحل الأخيرة المتمثلة بإكساء شوارعها. هذا الإنجاز هو مكمل لحزمة المشاريع الحكومية الخاصة بتأهيل وتطوير المناطق المحرومة من الخدمات، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وقادة الحشد الشعبي. حي الكوفة من الأحياء الكبيرة التي كانت تعاني إهمال الخدمات، الجهد الخدمي والهندسي للحشد الشعبي باشر بهذه المناطق. هناك أكثر من 125 شارع أنجزت في هذه المنطقة. نتشرف هذا اليوم بافتتاح حي الكوفة 2، هذا الحي اللي كان متهالك قبل سنة من الآن، الحمد لله بجهود أبطال الحشد الشعبي اللي هم أبطال الميدان واليوم أبطال البناء والإنجاز بتوجيه دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد شياع السوداني. أهالي منطقة الكوفة الثانية ومن حجم الفرحة التي غمرتهم في تحقيق حلم لم يكن في حسبانهم وارد التحقيق، عبروا عن فرحتهم بكلمات مضمونها شكر وامتنان. نكرر شكرنا وتقديرنا إلى مهندس الإعمار دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وشكرنا وتقديرنا والامتنان إلى الجهد الخدمي والهندسي وكل الجهات الساندة. الإعلان عن اكتمال مشروع منطقة الكوفة الثانية وافتتاحها هي نهاية مشروع مكتمل وبداية لمشروع جديد في مكان آخر ينتظره مواطنون، في الوقت الذي يؤكد فيه فريق الجهد الخدمي والهندسي عزمه على الاستمرار في إنجاز جميع المشاريع الخدمية التي من شأنها إسعاف المواطن البسيط. الأزقة هذه لم تكن بهذا الشكل، بل كانت عبارة عن شوارع طينية تفتقر لكافة الخدمات، أما اليوم فالصورة هي من تتحدث.